حملت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية جماعة الحوثي مسؤولية تدهور الوضع الأمني في العاصمة صنعاء وعدم الانسحاب الكامل من محافظة عمران واشتراكها في مواجهات مسلحة في محافظة الجوف. وأدان بيان مشترك أصدرته الدول العشر عبر سفرائها المعتمدين بصنعاء أدان ما تتضمنه البيانات العلنية الصادرة عن جماعة الحوثي من تهديدات لإسقاط الحكومة اليمنية. وحث بيان العشر الحوثيين على تنفيذ جميع الاتفاقيات التي توصلوا إليها مع الحكومة والتفاوض معها بحسن نية لحل المظالم والخلافات السياسية. البيان الذي أشار إلى أن سفراء الدول الراعية للمبادرة يدرسون بعناية اقتراحات تشير إلى أن عناصر من قوى سياسية محلية أخرى تشجع تدهورات كهذه. أدان أيضا سعي العناصر الحوثية إلى استغلال حالة عدم الاستقرار الحالية لتحقيق أجندات سياسية ضيقة، مشددا على أن الظروف الحالية تستوجب على الجميع العمل معا لتحقيق المصلحة الوطنية.